اختبارات المرحلة الثالثة للأولمبياد العلمي السوري، وذلك على درب التميز والتفوق نحو تمثيل سوريا في المحافل العلمية الدولية. 2334 شابا وشابة من طلاب الصف الأول الثانوي وبمختلف المحافظات السورية يتخذون خطوة جديدة في مجال التميز ضمن علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية إضافة إلى علم الأحياء، فيما أنظارهم نحو رفع العلم السوري في الأولمبيادات العالمية. أهم نقطة في هذه المسابقات أنها حرضتنا وأمنت لنا لوزارة التربية تغذية راجعة من خلال طلبتنا الذين وصلوا إلى منصات التتويج يعني في المسابقات الإقليمية والمسابقة الدولية. الآن ما يتم العمل عليه يعني، وخطة وزارة التربية معلنة أنه خلال 3 سنوات ستكون هناك مناهج كاملة لمختلف المراحل الدرسية ولمختلف المواد. لابد من إعادة النظر في هذه المناهج، ونحن نستفيد كتغذية راجعة من هذه المسابقات لأولا تحدد لنا أين هناك نقاط خلل لدى طلبتنا وما هي الحاجات التدريبية أيضا لكادرنا التدريسي. نحن نريد أكثر لأن يكون لدينا شباب مبدع في قادم الأيام، أن تكون مخرجات المنظومة التربوية السورية لتكون هناك يكون هناك شباب مبدع قادر على المحاكمة والمنطقية والتحليل لنحصل فيما بعد فعلا على مبدعين. احنا كمنظمة حقيقة مستنفرين بكل كوادرنا بالفروع الشبيبة على المستوى القطر كافة، لأنه مدركين تماما بأن هؤلاء الشباب وهذا التميز والإبداع اللي عم يعيش شبابنا شباب هذا الوطن بالتأكيد سينعكس إيجابا بالمرحلة القادمة لبلدنا. مهما قدمت هيئة التميز أو وزارة التربية أو منظمة تحت شبه الثورة، إن لم يكن هناك دافع موجود عند الطلاب لن نستطيع أن نعمل شيء. ثقافة الأولمبياد انتشرت بشكل واسع عند جيل الشباب، ودليل ذلك تنامي أعداد الطلاب الذين ساهموا وطلبوا المشاركة في هذا الحدث العلمي الهام. أهم ملاحظة أن السوية العلمية للطلاب لا يوجد لها مشابه في العام الذي قبله، دائما السوية العلمية أعلى، وهذا واضح ويتجلى ذلك بشكل واضح من خلال سوية الأسئلة التي يتم طرحها مركزيا. سوية الأسئلة دائما سوية متقدمة أكثر من السنة التي سبقتها. هؤلاء الشباب الذين يعبرون عن إرادة الحياة ويقومون بالعمل والمثابرة يثبتوا دائما أنهم جنود أوفياء لهذا الوطن. لحظات خطت فيها أقلامهم، طموحات وأمل.